المرشح الوحيد لرئاسة جمعية سلا. في هذه الساعة هذه، في هذه اللحظة هذه، تتم سرقة موصوفة لجمعية سلا بحضور الصحافة، بحضور الأخ ممثلين السلطة، بحضور العون القضائي وسط العون القضائي كيوثق هذه اللحظات هذه هي. بالنسبة لي أنا، اللائحة هذه هي اللائحة الوحيدة اللي محترمة الأجل واللي فيها المنخرطين الشرعيين. هاد الناس هادو ما عندهمش الشرعيه وما عندهمش الصفه وماشي منخرطين. سدوا البيبان كما كتشوفوا. هذه مهزله وهذا خرق للقانون، وحنايا يعني كنخبروا السيد العامل بهادشي اللي كيوقع، والسلطه المحليه والجامعه الملكيه والعصبه الاحترافيه والمنتخبين بهاد المهزله اللي كتوقع دابا في هذه اللحظات هذيا. الخطوه المقبله نلتجئ للقضاء. كاين الحمد لله، احنا دوله ديال المؤسسات وعندنا الثقه ديالنا في القضاء. احنا غادي نديروا الطعن بهاد المهزله هذه اللي كتوقع دابا وغنلتجئوا للقضاء. شكون منعكم من الدخول؟ منعنا رئيس اللجنه ديال التصرف ديال الاعمال اللي هي سالات، اللي هي اصلا ديك اللجنه راه سالات، عندها صلاحيات محدوده بدات وراها سالات. علاش عنده الصلاحيه الدستوريه القانونيه؟ لا، ما عندوش الحق. هذه مهزله وهذا هذا الشيء ما عنده حتى علاقه مع الديمقراطيه. فين جمعيه السلام من هذا الشيء كل شيء؟ جمعيه السلام راه تسرقات دابا، راه كتسرق. جمعيه السلام راه تسرقات. جمعيه السلام راه مشات. اذا هنا في هذه الحاله ممكن تحيطنا علما ما قبل انعقاد هذا الجمع العام، كيفاش تمت هذه العمليه ديال تدبير هذا نسميوها مؤامره بين قوسين؟ شنقول لك، هذا الشيء راه واضح وبين هذه اللجنه ديال تصرف الاعمال. راه يعني السؤال اللي مطروح، واش عندها الحق تصرف بعدا المنحه اللي جاتها ولا ما عندهاش الحق؟ هذا سؤال مطروح بين قوسين. انا كنعرف على حد العلم ديالي اللجنه ديال تصرف الاعمال كتدبر المرحله بشغل هذاك، يعني تقلب الاعيان، تقلب على ما عندهاش حق تقيس الماليه ديال الجمعيه. على حد العلم ديالي راه صرفوا فلوس الجمعيه، هما راه ما عندهمش الحق، يعني ما عندهمش الصفه. هما ماشي مكتب قانوني اللي عنده الحق يصرف الجمعيه الماليه ديال الجمعيه. هما لجنه تصرف اعمال وكيتصرفوا بالمال العام. هذا كيتسمى العبث. كتبان السوء النيه ديال هاد اللجنه ديال تصرف اعمال. هاد اللجنه عندها واحد النيه مبيته، وحنا غادي مع الوقت غادي كلشي غيتكشف وكلشي غيبان. محمد الياس حصار، امين المال، الجمعيه الرياضيه السلويه. سيرناها بدايه السنه الكرويه، لا سيزون اللي كتبدا من لا فان، من لو 7 لو 1 7 2022 حتى لو 18 1 2023. حنا هنا حبسنا وحنا منخرط، وتم المنع ديالي مع، وفي نفس الوقت مرشح مع السي فهد حميصه في اللائحه باش الانتخابات، باش تتم الانتخابات نزيهه، باش كل شيء يكون واضح وكل شيء يعرف. الى داوهم هما الله يسهل عليهم، كل واحد بطريقه شفافه. حتى تنتفاجئوا جينا تنتمنعوا من الانتخاب، راك حتى نتوما تمنعتوا بحالنا بحالكم. علاش وكيفاش؟ الله اعلم. قال لك خارجين واحد اللائحه. شنو هاد اللائحه؟ اللجنه مؤقته ما عندهاش كاع اللوائح ديال المنخرطين، ما عندها حتى شي حاجه، وهي اللي كتقرر واش ندخلوا ولا ما ندخلوش. هادشي اللي كاين. وحنا دابا حد الان باقيين، راه داز الوقيته باش نتجمعوا باش ديال الجمع العام، وحنا باقيين هنا برا. من ديالنا شنو هو المبرر؟ انا عندي ثلاثه صفات: منخرط، امين المال اللي خصو يقدم التقرير المالي، ما خصوش يدوز بشي اسم اخر الا بي انا وبالسيناتور ديالي. هو ما حاط، هما يمكن الله اعلم. داكشي علاش بغيت ندخل باش نعرف التقرير شنو فيه. لما كتبغي توجهوا نعم ديال المنع ديالكم، شكون المسؤول بطبيعه الحال؟ وهنا ما نقدرش نحدد لك. الوحيد اللي دابا مكلف رئيس الجنه راه هو السي عبد الرؤوف بن طالب. هو اللي دابا السؤال موجه ليه، علاش تم المنع ديالنا؟ ورئيس اللجنه المؤقته. ورئيس اللجنه المؤقته صافي، وعارفني انا منخرط. نعم شحال الوقت ديال باقا مسيره، وهي خصها تحبس لو 30، في لو 36 خصها تحبس. خصها تحبس التسيير ديالها. واذا فاذا بيا حنا شحال اليوم؟ حنا لو 25 7 وهما باقيين كاينين. خروقات في القانون. هادشي اللي كاين. قرار ممكن يصدر خصو يكون معلل. ماشي معلل، ما كاين لا تعليل ما كاين حتى حاجه. واش خرجت عن خرج لنا شي قرار؟ واش وصلوا لنا شي دعوات؟ صيفطوا لنا شي حاجه؟ حتى واحد ما صيفطوا لنا شي حاجه. دايرين هما فيسبوك، شنا فيسبوك بلا، راه كاين الجمع العام العادي والغير العادي، دايرينه في فيسبوك ودايرين دعوه عامه. ما كاينينش منخرطين او لا، راه المنخرطين دعوه عامه، اللي بغى يجي.
هادشي اللي كاين. شنو هو اللي عديتو كمنخرطين باش تجاوبوا على هذا الوضع المرضي هذا؟ كيفاش كمنخرطين؟ شنو احنا ما رضيناش به؟ شكون اللي رضى بهذا الوضع؟ جينا باش ندخلوا وباش يكون داكشي ديمقراطي، احنا ما تنتسرعوا بالمنع، احنا واقفين على برا. احنا واقفين، ما خلوناش ندخلوا. السؤال اللي طرح لهم هما علاش ما تخلوناش ندخلوا؟ خايفين من شي حاجة؟ عندكم شي حاجة مخبينها، شي حاجة ماشي هذيك؟ بغينا حتى حنا نعرفوها. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.